السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنتكلموا فيه على هاد الفضيحة الجديدة اللي كلشي المغاربة فاقوا عليها هذا الصباح وشافوها في سناب شات. حتى قلنا مسلسل سامحيني يا مون بيبي سالا وغادي نتهناو منه، حتى خرج لينا من جديد حساب حمزة مون بيبي من سناب شات ديال الميكاب ارتست جواد قنانة، وكيعترف وكيقول انا عثمان العلوي، عثمان اللي اعترفت عليها خوتي سلطانة في الاوديو اللي تكلمت فيه مع سميرة الداودي. المهم هاد عثمان خرج وحط مجموعة كبيرة من السطوريهات غنناقشوها انا وياكم، ولكن قبل جواد قنانة اكد خبر تهكير الحساب ديالو على سناب شات، وقال عبر خاصية ستوري ان رقم الباسورد والجيميل ديال الحساب ديالو كاينين عند أسامة العجمي فقط، من بعد ما طلب منه جواد قنانة يعمل ليه بعض التعديلات على الحساب ديالو في سناب شات. فمن ثم الباسورد والجيميل بقاو عنده، وكيرجح جواد قنانة ان احد المعارف ديال اسامة هو اللي خدا المودباس واخترق ليه الحساب ديالو. شفتوا على مشكلة خوتي؟ غنبداو تاني فيلم جديد ديال جواد قنانة اللي كيف ما هكروا ليه حسابه وطلع حمزة مون بيبي، وهذا الشي وقع من قبل مع سلطانة منين هكروا ليها الحساب ديالها وطلع منه حمزة مون بيبي. واللي كان استغرب ليه هنا هو كيفاش هاد الهاكر تيخترق دائما غير الحسابات ديال الناس اللي عندهم خلاف مع المغنية دنيا باطمة، وعمرو ما هكر شي حساب ديال شي شخص عزيز وصديق ديال المغنية. نفس القصيدة عاوتاني غتعاود نشر أسرار وفضائح الأشخاص. من نساء لو مع سلطانة وحطوا جميع الأوديوهات ديالها، دابا علم الله شنو غيحط على جواد قنانة. وهاد عثمان العلوي قال على انه لقى بزاف ديال الاشياء اللي غادي يفضح بهم جواد قنانة. اذا اخوتي هاد الشيء اللي وقع جا مباشره من بعد ما تسرب الاوديو اللي دار ما بين سلطانه وسميره الداودي، واللي كتقول فيه سلطانه بان حمزه مون بيبي هو عثمان العلوي. وكذلك من بعد ما اعترفت عيشة عياش ان سلطانه كتعرف مزيان شكون هو حمزه مون بيبي. وما نساوش كذلك ديك السيده بشرى اللي الله اعلم شنو هي القرابه اللي كتجمع ما بينها وما بين دنيا باطمه، واللي دارت واحد اللايف في حساب العجوز ونعتت المغاربه كاملين بالانفصاليين، وقالت على ان دنيا باطمه بريئه وان حساب حمزه مون بيبي غادي يرجع وبقوه. هاد النقط كاملها خوتي وهذه التصريحات جاءوا متتاليين مع بعضياتهم في وقت وجيز جدا. الا ربطنا هاد الشي كامل مع بعضياته غادي نخرجوا بخلاصة اللي كتقول على ان هاد الناس كيحاولوا يبرؤوا دنيا باطمة هي واختها من التهمة اللي موجهة لهم ديال تسيير حساب حمزة مون بيبي، وغادي يلصقوا هاد التهمة لعثمان العلوي من بعد ما كانوا كيقولوا من قبل ان سيمو بن بشير هو مول الحساب. وغدا الله اعلم شكون عاوتاني اللي غيطلع في الحساب ويقول انا هو حمزه مون بيبي. هاد الناس بغاو يتلفونا وبغاو يدوخوا المغاربه. اذا اشنو اللي تيقول هاد عثمان العلوي في هاد السطوريهات؟ وباختصار كيقول على انه هو عثمان العلوي شخصيا وحمزه مون بيبي بلحمه وشحمه، كيف ما كانت كتقول سلطانه في الاوديو وحاولات انها تبين بان صديقه عدنان الساكن اللي عطاتها المعلومات كاملها، بينما راها كتعرف مزيان هاد عثمان العلوي وكتعرفوا بانه هو صاحب حساب حمزه مون بيبي من قبل. وهنا كيحاول انه يورط سلطانه بواحد الشكل مباشر، وكيواصل كلامه كيقول على انه كيعيش ما بين الولايات المتحده وكولومبيا، وانه غير الاسم ديالو والهويه ديالو لواحد الاسم اجنبي، وان الاب ديالو فاسي والام ديالو صحراويه، وانه كيكذب اي اشاعه كتقول على انه مبحوث عليه من طرف الانتربول، وانه ما عجبوش الحال على مجموعه من الناس اللي كتكذب وكتضلل الراي العام وكتحاول تصفي الحسابات عن طريق حساب حمزه مون بيبي.
وانه مسح جميع الحسابات ديالو، والان غيولي يخرج لينا من حسابات جديده غادي يخترقها للناس، سواء على سناب شات او للانستغرام وحتى اليوتيوب، وغادي يخرج ويتكلم فيها. وكذلك كيقول على انه جميع المسجونين حاليا هم ابرياء، وانهم كيتقربوا منه فقط باش ياخذ لهم حقهم من سلطانه. وقال على ان أسامة الجعمي بريء، وانه تواصل معاه فقط باش يهكر ليه حساب سارح العنزات اللي كان كيسب ليه الام ديالو، وانه ما عنده حتى شي علاقه معاه، وان عدنان الساكن كذلك كان كيتقرب منه باش يعمل ليه الاشهار للصور ديالو والفيديوهات ديالو، لانه كان باغي الشهره وكان كيحلم وكيطمح انه يولي واحد الانسان اللي هو مشهور في الانستغرام ليس الا. وان عيشة عياش مظلومه كذلك، واللي ظلماتها هي سلطانه اللي خدات لها الصديق ديالها الطنجاوي اللي كان غادي يتزوج بعيشة عياش، وان سلطانه انتقمات منها ودخلتها للحبس. اذا هنا خوتي هذا الشخص كيحاول انه يضرب بشكل مباشر في العمل الفرقه الوطنيه وكذلك في القضاء المغربي. كيفاش ممكن يقول على ان هاد الناس هادو كاملين هم ابرياء من بعد ما تبتت في حقهم مجموعه من التهم، وكيدينوهم مجموعه من الاوديوهات بالصوت ديالهم واعترافاتهم المباشره؟ كيفاش غادي يبرئ هاد الاشخاص كاملين اللي هم الان خلف اسوار السجن؟ وبالتالي كيورط الضحايا وبالخصوص سلطانه. سلطانه هي اللي كيضرب فيها مباشره، وكيقول على انها هي المتهمه الرئيسيه في هذا الشيء كامل، بينما الاخرين هم ضحايا ديالها. فمن بعد ما سالت التبرئه ديال المتهمين، رجع كيتوعد سعيده شرف اللي كتقول انها كتعرف الوكيل العام ديال مراكش، وانها ممكن تسجن اي شخص غير ظلما وعدوانا ليس الا. وكيتوعد كذلك بالانتقام من ماجد اللي هو مسير الحسابات ديالها، وكيتهمه بانه شخص انفصالي وكيخدم لمصلحه البوليزاريو. اذا اخوتي كخلاصه لهذا الشيء كامل، هذا الشخص بغى يقول لنا ان هذه الروينه كاملها نايضه على رجل طنجاوي مدابزين عليه عيشة عياش وسلطانه، وبغى يوهمنا كذلك ان الامر هو فقط تصفيه حسابات ما بين هاد الجوج ديال النساء على واحد الرجل اللي هو طنجاوي، وبغى يوهمنا ان الامر بسيط لهذه الدرجه. واللي غادي نستنتجوا اخوتي واللي غنفهموا ان من هاد الشيء كامل كاينين اشخاص اخرين خارج اسوار السجن كيفتحوا حسابات وهميه وكينشطوا فيها لتهديد وابتزاز الاشخاص، وغيبداو كل مره يدخلوا الحساب شخص معين ويجبدوا منه الاسرار ديالو، سواء الفيديوهات او الصور او الاوديوهات، وينشروهم في هاد الصفحات باش يفضحوهم ويشوهوهم قدام الناس. ولكن اخوتي حنا المغاربه راه ما غاديش ندوخو وما غاديش نمشيو في هاد الطريق اللي هما راسمينها لينا. ماشي هذا هو همنا حنا المغاربه، ما كيهموناش الخصوصيات ديال الناس، ما كيهموناش الاسرار ديال كل واحد فينا. راه اي شخص كل واحد فينا عنده الاسرار ديالو والخصوصيات ديالو اللي كيتشاركها مع الناس، سواء في الانستغرام ولا في سناب شات ولا في الواتساب. يعني كاينين شي اشياء اللي خاصين بكل واحد فينا ما كيبغيش ان الناس يعرفوها، وكل واحد راه عنده الحق في هذا الشيء. حنا تنستنكروا هاد الافعال، هاد الشيء راه ضد التربيه وضد القيم ديال المغاربه. ما بغيناش هاد الشيء يبقى مستمر، خاصنا نحبسوا هاد المهزله. حنا ما كيهمناش خصوصيات ديال الناس، وما بغيناش نبارطاجيوهم، وما بغيناش نشاركوهم في الحسابات ديالنا، وما بغيناش نشاركو مازال في هاد الحسابات الوهميه اللي همها الوحيد هو فضح الناس. هاد الحسابات الوهميه خوتي بغاونا نساو القضيه الاهم، ونساو الجلسات والاحكام اللي غادي تكون في حق باقي المتهمين. وهاد الناس اللي كيقول عليهم ابرياء وكيحاول انه يضرب
بشكل مباشر في عمل الفرقة الوطنية والقضاء المغربي اللي سهروا الليالي باش يفكوا خيوط هذا الحساب المشؤوم، هذا الحساب المشؤوم اللي دوخ المغاربة ونساهم في حياتهم ومشاكلهم، ولينا كنفيقوا وكنصبحوا على أخبار حساب حمزة مونبيبي، ولا هم المغاربة الوحيد هو يعرفوا شكون هو حمزة مونبيبي. كفانا من نشر الفضائح وكفانا من نشر الأسرار ديال الأشخاص، هادشي ما كيهمناش. خوتي ما بغيتكمش تبقاو تشاركوا مازال في هاد الحسابات الوهمية وما تبقاوش تصفقوا ليهم، فين ما ينشر شي فضيحة على فلان ولا على فلان حنا نبقاو نصفقوا ليه. حنا هادشي بغيناه يحبس، هادشي ضد الأخلاق ديال المغاربة. كل واحد عنده الحق أنه يكون عنده الخصوصيات والأسرار ديالو، ولكن باش ينشر الفضيحة ويشوه أعراض الناس فهذا الشيء حنا ضده. ما تهمناش شكون هو صاحب الحساب، واش يكون عثمان ولا سيمو بن بشير ولا دنيا باطمة ولا ختها ولا غيرهم، ما كيهمناش هذا الشيء. اللي كيهمنا أن هاد الناس اللي هما متهمين ياخذوا العقاب والجزاء ديالهم، وبغينا هاد الفيلم هذا وهاد المسلسل يتسالى فقط، صافي هاد الشيء اللي ولا كيهمنا. ما بقاش كيهمنا نعرفوا أسرار الأشخاص. إلا نشرتي شي حاجة على هاد جواد قنانة ولا على السلطانة، حنا ما كيهمناش هاد الشيء، ما كتهمناش الأسرار ديال عباد الله، حنا بغينا هاد الشيء يحبس. هاد الفيلم هذا راه زاد على حده، صافي بركة، الله يجعل شي بركة. ما كيهموناش أسرار الناس. إلا كنتي إنسان شجاع ورجل كما كتقول فظهر بوجهك، بان بوجهك قدام الناس وقول لهم ها أنا هو حمزة مونبيبي، وها فين كاين، ودلنا على فين كاين، وورينا حتى أنت الأسرار ديالك. أما باش تفضح الناس فهادشي ما بقاش كيهمنا، هادشي ما بقاش كيهمنا، صافي بركة، ستوب، حسبي الله ونعم الوكيل. خوتي خواتاتي خليوا لي آراءكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو، وبغينا نديروا كاملين واحد الهاشتاغ لا لفضح أعراض الناس. صافي بركة، ستوب لتشويه أعراض الناس. وشكرا لكم أخوتي، وجزاكم الله كل خير.